انطلقت صباح اليوم فعالية الملتقى الإعلامي العربي في دورته 12 والتي تستمر لثلاثة أيام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. ويشارك في الملتقى عدد من وزراء الإعلام العرب وكوكبة من الكتاب والإعلاميين والمفكرين والمهتمين بالشأن الإعلامي، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين والخبراء والمختصين. بمشاركة كوكبة من الإعلاميين والمثقفين العرب، انطلقت اليوم أولى فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته 12 تحت شعار الإعلام العربي وشبكات التواصل الاجتماعي. ويفتخر أيضا أن تنظم الكويت هذا الملتقى بشكل مستمر لتعزيز الإعلام العربي وتعزيز روح المسؤولية. شهدت أولى جلسات الملتقى حوارا مفتوحا مع الشباب، والتي استعرض خلالها كبار الإعلاميين تجاربهم في مجال الإعلام ومدى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعد لغة إعلامية جديدة. تضمنت المحاور اليوم الأول العديد من الموضوعات الهامة والعديد من الكفاءات والأساتذة الأفاضل الإعلاميين لدلو بدلوهم مع أشقائهم ومع أخوانهم وأبنائهم الشباب في روح من الحريات والمناقشة العامة. انعقاد الملتقى هذا العام يأتي تأكيدا على ضرورة التعاون بين المسؤولين وقطاعات الشباب والعمل على ترسيخ مفهوم الحوار المجتمعي البناء في كافة الأنشطة والتعاملات الحياتية اليومية. احنا آثرنا اليوم أن يكون هناك جلسات حوارية شبابية تسبق عقد فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته 12، لأننا نعتقد بأننا بحاجة إلى أن نستمع أولاً إلى الشباب، آرائهم وأفكارهم وتصوراتهم وطموحاتهم، أيضاً نستمع إلى الخبراء والمتخصصين في مجالات التواصل الاجتماعي التي هي اليوم العنوان الرئيسي للدورة 12 الملتقى الإعلامي العربي. يسعى الملتقى الإعلامي العربي الذي انطلق منذ عام 2003 ليكون نقطة التقاء لإعلامي الوطن العربي بمختلف توجهاتهم وأفكارهم الإعلامية والسياسية والاجتماعية، من أجل الوصول إلى لغة حوار متقاربة تمنح القدرة على الوصول إلى المنافسة العالمية.